السلام عليكم. النهارده بقى حلقه يعني مش بعيده عن الطب شويه، بس بتخص موضوع مهم، موضوع حياه، هو الميه وعلاقتها باثيوبيا واللي بتعمله اثيوبيا الايام ديت. فان شاء الله باذن الله احنا واثقين في الرئاسه المصريه واحنا مكملين معاكم، واحنا طبعا فدا مصر في اي حاجه ان شاء الله باذن الله. هوريكم بس نبذه مختصره كده توضح لكم ان الميه عندنا احنا مش متاثرين باي حاجه، الميه كتير الحمد لله. واحنا لو يوم فكرتوا ان الميه تقطع عندنا هيبقى في راجلين بس من شبرا هنا، مش هنبعد كتير، هما اتنين بس هيروحوا هيخلصوا الموضوع ده كله. احنا سايبينكم تعملوا ما بدلكم، تخشوا تفرجوا على الفيديو ان شاء الله باذن الله يعجبكم، وفي الاخر هقول لكم على المعلومه الطبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور ازيك يا باشا؟ انا عايز اسالك سؤال. حلو. الميه اللي انت بتملاها كل يوم الكولدير اللي قدام الصيدليه دي، يعني انا اموت واعرف انت بتعمله بالمية دي كلها ايه، وفي رمضان كمان والصبح حق الشرب. انا بمشي الساعه 4 هم عشان يفطروا ويسحروا من النوم واكلوا شاي وكده وملاي من لهم. يعني انت من الصبح بتخزنوا المية لغايه الفطار؟ ايوه. بس دي ما ساعه ماشي، انا بمشي الساعه 4 وملاي من لهم. انت صايم بقى؟ الحمد لله. مغرق وشك ليه كده؟ جو حر. طب احنا بنعمل فيديو يوتيوب. ماشي ماشي يعني. موافق يعني؟ ماشي. اتكلم. وريك يا شفت عملت ايه؟ وريك يا بعد ما استحميت بالميه ووشك بقى كله ميه، تعرف ان الميه دي بتقل دلوقتي وعاملين مشاكل مع اثيوبيا؟ يعني لو اثيوبيا قطعت الميه هتعمل ايه؟ هتقطعهم من ايه؟ يعني هتروح تقطعهم من ايه؟ لوحدك؟ هم مش محتاجين اكتر من كده. ماشي، عايزك بقى تاخد الكلمه اللي انت مليه ده وتغطس فيه ايه؟ اثيوبي اثيوبي. مين؟ اثيوبي اثيوبي. قول كده. ماشي؟ اثيوبي اثيوبي؟ كل واحد من هناك، اي حد ايه تسوي ليه نفسه اللي هو يعمل في حاجه في الميه تعمل فيه ايه؟ اثيوبي اثيوبي. اثيوبي اثيوبي ايه؟ هتغرقه في الكولمان اللي معاك ده. ماشي؟ وترجع لنا بيهم هنا واحد واحد. خلاص؟ قول لهم كلمه تاني كده بقى. كلمه ايه؟ لو قطعوا الميه هتعمل ايه؟ يا عم خلاص بقى. ايه؟ هتتحبس؟ ما تخافش. ايه؟ ما تخافش، جمد قلبك. خلوك جنب الخير. لا لا، انت كده انت بتعمل دور وطني يا راجل. ده انت كده رأفت الهجان، زي رأفت الهجان بالظبط. هتعمل عملية انتحارية هناك، هتختص الكولمان اللي معاك ده وتروح تجيبهم واحد واحد. واحد واحد ايه بقى؟ اثيوبي 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 اثيوبي. ماشي بس يا راجل. ماشي. اهو تاني واحد اهو معانا اهوت عشان نعرف اثيوبيا ان المية كتير عندنا. رش يا ضحى. ايه يا ضاحي بتعمل ايه؟ برش ميه. ليه؟ ميه كتيره. ميه كتيره؟ طب وايه اللي هم بيعملوه ده؟ طبعا احمد اهوت البطل بتاعنا المصري اللي هيروح اثيوبيا وهيوقع لنا السد كله. طبعا احنا صابرين على اثيوبيا، ما تفكروش ان الرئاسه بتاعتنا كده يعني ساكته لكم كده وحاجه، لا ده الرئاسه بتاعتنا عاقله جدا وعارفه بتعمل ايه، واحنا كلنا واثقين فيها. تحياتي طبعا لجمهوريه مصر العربيه كلها والرئاسه المصريه، واحنا عارفين هم بيعملوا ايه وعشان كده احنا مطمنين وعايشين حياتنا عادي. الميه عندنا كتيره اهيت، صح ولا لا؟ صح. ميه ساقعه كمان، مش ميه النيل عندكم. مش ميه النيل عندكم سخنه، الميه النيل بتاعتنا ساقعه، واحنا قاعدين وبردين جدا ومستنيينكم بس تعملوا اي حاجه في الميه. والحاج احمد اهوت هو كفيل بيكم من شبرا، راجل واحد بس من شبرا الخيمه، والله يرحمه طبعا قالها زمان، كتيبه واحده بس من شبرا الخيمه تروح تحرر اي بلد عايزه تعمل اي حاجه في مصر. احنا الحمد لله واثقين في كل جيش مصر وكل حكومه مصر وكل رئاسه مصر. تحياتي ليكم وتحيه للجندي المجهول احمد اللي بيستحمى بالميه الساقعه اهوت، واحنا مش متاثرين باي حاجه. اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، الميه عندنا ميه ساقعه صح؟ بكلم صح، ميه ثلاجه يعني تلج. بنتلج ميه النيل. تلج. يعني اللي هيقطعها هنجيبه نحطه في التلج بتاعنا ده ان شاء الله باذن الله. اتكلم كده قول لهم حاجه، قول للجمهور بتاعك حاجه. جمهور مين؟ جمهور اثيوبيا بيتفرج عليك دلوقتي يا راجل. اثيوبيا كلها بتتفرج عليك، عايزه تعرف مين البطل احمد ده اللي هيروح يحطهم في الكولمان كلهم واحد واحد. ايه؟ ايوه كده يعني. ان شاء الله بيعمل كده، يعمل علامه النصر كده. احنا ان شاء الله باذن الله الميه دي بتاعتنا ومحدش هيقدر يجي جنبها. تحياتي ليكم وهنكمل تاني وهقول لكم بقى ايه فايده الميه اللي اثيوبيا ماشي عايزه تمنع الميه عن مصر. ده طبعا استحاله، ده هيبقى من رابع المستحالات اللي هم بيفكروا فيه دوت. احنا سايبينهم كده زي ما بيقولوا كده يعني ايه، العبوا براحتكم. لما يكون واحد كده عنده شويه اطفال كده
وعايزين يلعبوا مره من نفسهم العبوا براحتكم، وبعد كده بناخدهم كده من ايه من هنا وبنطلعهم على طول ايه على البيت عشان يقعدوا تاني بقى ايه يتعلموا تاني يعني ايه الدنيا. ماشي يا دكتور حسين. ماشي ماشي يا دكتور. يلا عاش الوحش بتاعنا البطل اللي هيحط لنا الاسيبين كلهم في الكل. انت البطل ان شاء الله باذن الله. مكملين معاكم طبعا الميه يعني كل خلايا الجسم بتتكون منها ومهمه جدا، فدي امر حياه. فان شاء الله باذن الله احنا مكملين مع رئاسة ومكملين مع كل مصر احنا واثقين فيهم، وان شاء الله باذن الله مفيش حاجه هتحصل من اللي هم بيحلموا بيها الاسيوبيين دول. تحياتي ليكم طبعا الاخوه الاسيوبيين كلهم اشقائنا واحنا بنحبهم، بس الحاجات دي طبعا حياه وموت ما ينفعش فيها لعب او هزار. احنا مكملين معاكم وان شاء الله باذن الله الحلقه تعجبكم، وهقول لكم برده سؤال الحلقه في اخر الحلقه، وهتكلم معاكم في حاجات تانية طبيه كتير. معانا البطل الثالث في الحلقه بتاعت النهارده بتاعت اثيوبيا، والكلام بقى على بقى على المكشوف، واحنا دلوقتي بنكلمهم ونبعت لهم رسائل هنا من شبرا. شبرا دي معقد الرجال زي ما انتم عارفين. معانا الرجل الثالث معانا في الحلقه النهارده في عمليه تفجير سد النهضه، ابو حمزه. ابو حمزه طبعا انا مستضيفه خصوصا عشان خاطر ده يعني شغله الاساسي، راجل موهوب في فن السباكه. فتخيل كده ابو حمزه يعني الناس اللي هم في اثيوبيا دول طبعا اللي هم مش اهلها نفسها، الناس اللي هم يعني الحكام اللي عايزين يقطعوا الميه، ويعني تخيل كده انت بتعمل سباكه في شقه ومفيش ميه، يعني مش هنعمل سباكه بعد كده. هم عايزين يوصلونا للمرحله دي، هم بيستفزونا، بس احنا طبعا الرئاسه بتاعتنا عاقله وعارفه هي بتعمل ايه. وجه كلمه بقى للناس دي، انت لما تيجي تعمل سباكه وما تلاقيش ميه اول حاجه هتعملها ايه؟ والله هجيب دمهم واحطه في الحنفيات. تمام كده، يعني دي اقل رساله. اقل رساله من شبرا الخيمه للناس دي يعني اقل رساله من شبرا بتقول لكم ان انتوا يعني حياتنا قصاد الحاجه اللي انتوا بتعملوها دي. على فكره انا واقع من الدور الخامس بسبب شغلتي. يعني واقع بقالي 3 سنين. يعني عندي سنه راح افجر نفسي هناك. تمام كده، يعني ما تزعلوش يعني. ما حدش يزعل من هنا ولا يزعل من هناخد ميتنا سواء بالزياده او بالنقصان. مش هتعرفوا تسلكوا مع الشعب المصري. شكرا ليك يا ابو حمزه. لا شكرا على ايه، انا عايز اروح اثيوبيا. لا مش دلوقتي، بعد الحلقه. ماشي ماشي حاج. ماشي سلام. في نهايه الفيديو، الميه دي حياه، جسم الانسان كله اساسي ليه تركيب محتاج الميه في جميع الوظائف الحيويه، ضابط املاح، ضابط احماض امينيه، فيتامين، كل حاجه الميه داخله فيها، حتى في صناعه الغذاء للانسان الميه داخله فيها. فعشان كده الميه خط احمر يا بلاد افريقيا، احنا بنحبكم وسطكم وعايشين معاكم، فبلاش الانانيه في حكايه الميه. احنا متفاهمين معاكم، انتوا عايزين تعملوا مشاريع مفيش مشكله، احنا الميه عندنا كتير في توزيع عادل ليها، عدد سكاننا اكبر، احنا اللي بنعمل كل حاجه، ودي حاجه رئاسيه الرئاسه محدداها وعارفه هي بتعمل ايه، عشان كده احنا واثقين فيها ومستنيينكم تعملوا ما بدلكم. سؤال بقى الحلقه، البطل المصري اللي طلع طبعا استحمى بميه وغرق نفسه بميه وقال لكم هغطس اثيوبي اثيوبي، طبعا ده على سبيل الهزار والضحك، بس طبعا احنا بنقول للناس اللي هم هيعملوا كده، يعني الناس اللي هتتعدى على حقوق مصر هم دول الابطال بتوع مصر اللي هيعملوا كده فيهم، لكن الناس الطيبه الشعب الطيب احنا بنحبه، وانتوا عارفين كده كويس، وعارفين احنا بنحبكم ازاي وبنعملكم كويس ازاي. عشان كده مش عايزين حد يزعل سواء من اثيوبيا او اي بلاد افريقيه، احنا بنتعامل معاكم كويس وبنحترمكم جدا، بس لما تيجي على حقنا انتظر بقى البطل المصري او اي حد هيشوف هيعمل ايه. بقى اذكر بقى اسم البطل المصري اللي طلع معانا في الحلقه اللي قال هغطس اثيوبي اثيوبي، هتسول له نفسه اللي هو يتعدى على حقوق مصر. احنا ما بنذكرش اسم دوله او حاجه، لا احنا في سلام وامان معاهم وكل حاجه، بس احنا بنحدد لو تعديته على الحدود بتاعتكم. معاكم دكتور حسام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.